اهلا بحضراتكم مره تانية في اول فقره في البيت الكبير. انضم لينا طبعا زميلنا شريف فؤاد في هذه الفقره. بنستضيف اثنين من القامات الكبيره جدا على مستوى النقد الرياضي وعلى مستوى الفن. على مستوى النقد الرياضي معانا طبعا الاستاذ عصام شلتوت. بنرحب بيك يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك. وطبعا على المستوى الفني اهلا بحضرتك استاذ شريف. على المستوى الفني ما فيش افضل من الكابتن محمد يوسف مدير فني للنادي الاهلي وكان حاصل على البطوله الافريقيه سابقا. بنشرفنا النهارده. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك كابتن شريف. انا عايز اجدد ترحيب بيكم وعايز اشكرك يا هادي. انا سعيد جدا النهارده انه اول اطلاله بعد يعني ما القناه والنادي ارتقوا انه اقوم بمهمتي الاساسيه كمذيع. فيعني الحقيقه انا في غايه سعاده انه اكون لسه بقول لك بين عالمين فنيين كبار في مجال التدريب والكوره وهاني رمزي ومحمد يوسف بحفظ الالقاب وكمان في حضره صديقنا الكبير والاستاذ الكبير استاذ عصام شلتوت. فهذه اطلاله اعتقد انها مهمه جدا. بستاذنك قبل ما نطرح اسئلتنا على ضيوفنا الكرام عايز اتوقف امام حدثين مهمين. يعني اولا النهارده 14 اكتوبر وهو عيد القوات الجويه ذكرى هذا النصر العظيم والتضحيات الجسام اللي قدمها نسور الجو صحيح. في معركه المنصوره الجويه. فاحنا بنهنئ الحقيقه رجال القوات الجويه والقوات المسلحه بشكل عام ونحن نعيش في شهر الانتصارات اكتوبر المجيد. اطول معركه طبعا في قناه النادي الاهلي بننعى الراحل العظيم الاستاذ صحيح. محمود ياسين تغمده المولى بواسع رحمته واسكنه فسيح جنات لقاء يعني ما قدمه لوطنه ولامته. النهارده معاكم في فقره سريعه ساسعد كل اربعه ان شاء الله بصحبه زميلي وصديقي العزيز هاني رمزي وايضا سهام صالح في اطلاله نتمنى ان احنا نكون يعني ضيوف خفاف فيها ان صح التعبير. لك مطلق الحريه في الحوار وبعدين ناخذ منك. انا عايز اتفضل يا كابتن محمد. انا هتكلم كلام بسيط قوي. مبسوط ان انا معاكم. ربنا طبعا استاذ شريف طبعا صديق عزيز ودايما بيقول البيانات والحاجات بتاعت مجلس الاداره باسلوب كده راقي. وطبعا زميلي وصديقي حبيبي من زمان طبعا استاذ عصام شلتوت من الناس القامات اللي زي ما انت قلت كده كابتن هاني وزميل الملاعب بقى طبعا لعبنا معسكرات وماتشات وسفريات وحاجات احنا جميله. احنا ان شاء الله حوار عائلي كده بنتكلم فيه على طبعا مباراه الوداد والاهلي. يعني نتكلم من كل الجوانب من النواحي الفنيه من الردود الافعال الاعلاميه على المستوى الاعلامي. معانا ناقد كبير على المستوى الاعلامي وكمان الراجل بيفهم في الكوره قوي يعني كمان هيخش معانا في الحته الفنيه. فطبعا ان شاء الله على يعني. كابتن محمد خلينا نبدا حوارنا مع اكيد المباراه واجواء المباراه. وانت ليك خبرات كبيره جدا وكسبت بطوله افريقيا مع النادي الاهلي كمان كان في ظروف اصعب من كده. كلمنا عن ظروف المباراه وعن رؤيتك الفنيه لمباراه الوداد والاهلي. لا قبل ما اتكلم جو فضل. بس جو صاحب اكبر نتيجه 9-0 صحيح مع فريق اخرج بره اخرج بره كان اطلع بره اطلع بره, بره. بره. هي ما فرقتش كتير يا كان 13 يا كابتن 2019 لا 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 هذه البطوله البطوله دي البطوله دي بس في الادوار التمهيديه كان لعب لاسارتي لاسارتي المدير الفني اللي كان قبل فايلر موجود معانا انا كنت مدرب عام وقائم كنت انا مدرب عام وبعدين بعد مباراه الكاس مشي لاسارتي فكان في مباراه العوده لحين طبعا التعاقد مع فايلر فلعبت انا المباراه دي والحمد لله يعني 9-0 كسبنا 9-0. انا فوجئت بعديها ان ده اكبر فوز يعني قالوا بقى ان ده اكبر فوز في تاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقيه كسبنا 9-0 يعني. هنرجع بقى لموضوعنا طبعا يعني يمكن عايز اقول لك في تشابه كبير جدا في حته البطوله من 2013 لما كسبناها اخر مره للبطوله الحاليه وهي بالصدفه طبعا وهي عدم وجود الجمهور. الظروف طبعا كانت اصعب في حاجات كثيره تانية زي عدم وجود ملاعب وما كانش فيه دوري وحاجات كده. لكن انا باخد الحته دي ليه بالمناسبه عشان دي هتاخدنا لكلام في الحته الفنيه شويه بحكم ان احنا لعبنا في استاد محمد الخامس وانت عارف لما بتلعب في استاد محمد الخامس مع منتخب المغرب او مع فريق زي الرجاء والوداد طبعا بيبقى حاجه يعني عبء نفسي كبير وايضا عامل ايجابي بالنسبه لهم هم كلاعبي الوداد والرجاء يعني. انما انا شايف ان عدم وجود جمهور بالنسبه لي مباراه الوداد ده عامل انا شايفه بالنسبه لنا صالحنا دي نقطه. طبعا النقطه الثانيه هي بتتوقف على عندنا حاجه ايجابيه شويه كمان او نقطه من النقاط انا بفكر بحكم الوداد والاهلي
بحكم الوداد والاهلي، فبقارن ان احنا عندنا ميزه برضو المدرب عنده خبرات عن افريقيا. يعني موسيماني لعب مع الوداد، اشتغل في افريقيا، لعب مع الشمال الافريقي اللي هو بيختلف تماما عن جنوب افريقيا ووسط افريقيا وغرب افريقيا، فكل المميزات دي. يمكن مدربهم ارجنتيني، ممكن يكون برضو احتكاكه بالمدرسة العربية واللعب بتاع المنطقة العربية وشمال مسك أفريقيا. بعض الفرق اللي في جنوب أفريقيا، يعني كان عنده تجربة في جنوب أفريقيا. مظبوط، بس برضو يعني غير شمال أفريقيا. هو السؤال يا كابتن محمد، موسيماني قاد صن داونز في أكثر من مواجهة مع الوداد، مع الوداد. خيره في الأدوار الإقصائية في البطولة الحالية. يعني يحفظ الوداد، لكن تغيير المناخ، تغيير الفريق، اللعيبة، العقلية، الثقافة، كل ده حضرتك شايفه ازاي؟ لا بد انه يتعامل، لان برضه لعيب جنوب افريقيا مختلف عن لعيب مصر. لعيب شمال افريقيا اللي هو متمثل في مصر، كزاير، تونس، المغرب. لكن طبعا موسيماني انا يعني افترض واعتقد بشكل كبير جدا انه ذكي ويقدر يعرف بسرعه، لانه لعب قصاد النادي الاهلي وعنده خبرات مع شمال افريقيا. انا شايف المباراه 180 دقيقه، ودي طبعا مهمه جدا ان احنا لابد ان نتعامل مع المباراه، مش ان هي 90 دقيقه بس فقط اللي هناك. انت بتتعامل مع شوط اول وشوط ثاني، بتلعب شوط اول اللي هو 90 دقيقه هناك، ولازم تتعامل بشكل فيه ايجابيه. انا ضد طبعا بعض الناس اللي بتقول يلعب بثلاثه في وسط الملعب، او ان هو يبقى بيقابل زون شويه من ورا من نص الملعب. يعني اعتقد انه لو لعب مباراه عاديه خالص ووصل للعيبه ان احنا بنلعب شوطين، الشوط لان خلاص موضوع الارض وبره وجوه تلاشى بالخبرات. يكسب بره وجوه الحقيقه الملعب حلو هناك، والملعب واسع، الملعب ارضيه كويسه جدا، تقدر تلعب وتقدر تنفذ خططك الهجوميه وجملك الهجوميه بشكل كويس جدا، وايضا الدفاعيه. بتلعب فريق عنده تكتيك عالي جدا في خصوصا في الحته الدفاعيه. انطلاقاتهم يمكن في الحته الهجوميه شويه ممكن ما نقولش فيها يعني جانب مهاري قوي، ما عندهمش يعني، بس الارقام بتختلف شويه. يعني هو استاذ عصام كمان عايزين نعرف من حضرتك، يمكن هرجع للسؤال كابتن محمد بالنسبه لاهم نقاط الضعف والقوه في فريق الوداد، لكن مع حضرتك برضو وانت عاشرت وسافرت بعثات كتيره جدا في شمال افريقيا، كلمنا عن الاجواء والنقد الرياضي هناك في المغرب وازاي بيتعامل مع المباريات الكبرى دي. شوف، هم بيتعاملوا دايما الاشقاء في الشمال العربي الافريقي كله، لكن كمان في المغرب بحساسيه شديده جدا. وانتوا فاكرين وقعت معركه كرويه، ازاي اتقال انه المعارك مش بين اشقاء، ولو انه كان مجرد عنوان ساخن يعني. وبالتالي لا، استعدادات بدات من وصول النادي الاهلي. يعني ما علمناه من الزملاء انه قرابه 10 مواقع اعتقد، وكل القنوات التلفزيونيه كانت موجوده للتغطيه، وبحثوا مع مسؤول البعثه الاعلاميه ومع مستشارنا الاعلامي في السفاره كيفيه اجراء احاديث والاقتراب من الفندق. انتوا كلاعيبه عشتوها، وطبعا الكابتن يوسف عاشها كمدرب. من الواضح ان في حظر اعلامي شويه على البعثه، وفي تعامل مختلف المره دي استاذ سامي. يعني واضح انه موسيماني ده تعامل النادي الاهلي. ده طلبات يعني مش يطول شرحها، بالعكس لازم الناس في مصر تبقى عارفاها. ودي الاحترافيه اللي بتتعظم يوم مع يوم مع المؤسسه الحمراء، انه الراجل ليه طلبات من السفر، ليه طلبات حتى عن الدور الواحد. يا كابتن هاني واستاذ شريف، ان البعثه في دور واحد، يمكن كمان عرف الكابتن خطيب يعني قرروا ان يبقى موجود مش بس في الفندق، لكن لازم موجود مع التيم. اصلا فرض حظر شامل موسيماني عبر طبعا مدير الكره الكابتن سيد على كل ما يمكن ان يكون حوار حتى بين الاستاف وبين نجوم النادي الاهلي، اللهم الا في مواعيد. يعني ممكن تسلم على لعيب تطلب منه صوره اوكي، لكن ده وقت ما يكون رايح المطعم. ترتيبات الحقيقه احترافيه 100%، ومع ذلك الاشقاء المغاربه ما اتعودوا انهم، عارف انت في شغلتنا ايه، تحس ان انت عايز تخترق المعسكر، عايز هو تطلع بخبر. الاعلام، ولما بتكلم عن الاعلام فكمان بتكلم عن الاعلام البديل، السوشيال ميديا. السوشيال طبعا طبعا. هل بيلعب دور في التاثير على الاعداد النفسي والتجهيز لهكذا مباريات؟ دور
دور خطير جدا وضغط على اللعيبه مثلا، دور خطير جدا في الضغط على اللاعبين، وعشان كده من البنود الاحترافيه. واعتقد النادي الاهلي يعني جهازه، وطبعا دي عند مدير الكره اكتر، ان هو يفصل لاعبيه تماما عن قصه التعامل مع السوشيال ميديا، انه خلاص بقى. يمكن في اوقات كنا عايشين مع النجوم اللي احنا في حضرتهم في الاستوديو، كانت بتنزع ربما التليفونات وترفع الشاشات وحاجات كده. الآن أنت بقبل فعلا الجيل الخمسين، مش الخامس والعاشر، وبالتالي المعسكر مغلق تماما. احترافية الحقيقة بتسعدني جدا. الراجل كمان موسيماني، الناس تصورت أنه قد يكون مدرب الضرورة، لينقلب أنه مدرب يستحق فعلا تجربة صحيح. مصرية ومع النادي الأهلي، عنده رؤية كبيرة قوي، ما حدش خد باله أنه هو ماشي بخطة ثابتة من مدرسة سانتانا العظيم، وراحها أكثر من مرة في البرازيل للتعامل مع كارلوس ألبرتو بيريرا في تجربة كان صحيح. هو الراجل الأصل البرازيلي، دمج الأوروبي بالفن البرازيلي، فبقى عنده حتى مستوى قريبة شوية بالضبط، بقى عنده هذا المستوى من الأداء. النادي الأهلي قد يصبح يعني محاط به سرية، ولكن الأشقاء المغاربة هيفوزوا كثيرا ببعض اللقطات، وده اللي هيعظم الماتش. الأهم من كل ده أنه مركب محمد الخامس زي ما الأشقاء بيقول عليه، اللي هو استاد محمد الخامس، طبعا لا بيبقى شديد الخطورة كرويا لو كان في جمهور، مهما كان جمهورنا عظيم، استاد القاهرة لا زال طبعا هو الملعب الأكثر تأثير، لكن كان دايما يتقال أن محمد الخامس هو الأقرب. إنما عزلة نجوم الوداد عن ما يسمى مش بس بسبورت الجمهور وبس، لكن عن هذه الحماسة منقطعة النظير، لا طبعا هتدي للأهلي متنفس قوي جدا. أكيد يعني. أكيد كابتن محمد اتكلمنا على غياب الجماهير ممكن يكون في مصلحة النادي الأهلي، خلينا نشوف من منظور فني شوية من خلال مشوار الوداد في الدوري. لاحظنا نقطة يمكن أنا شايفها غريبة شوية، أن الوداد أفضل فريق سجل أهداف، أعلى مهدد تهديفي، وعلى الجانب الآخر يعني في 30 مباراة مشوار الدوري المغربي دخل فيه 28 هدف، نقدر نقول بمعدل هدف كل مباراة. طيب. شايف ده ازاي وازاي تترجمه، او لو مدير فني يترجمه ازاي من خلال المباراة؟ اترجمه طبعا ان هم عندهم مشاكل في خط الدار، وخصوصا في القلب، يمكن عندهم اصابات بتحصل كتير، وفي نفس الوقت تكنوتي اللي هو حارس المرمى كان برضو اصيب، ولعب الحارس المرمى البديل رجع بعد كده. التكنوتي لعب بقى له 3 مباريات بيلعب، يمكن اخر مباراه كسبه 2-1 في نهايه الدوري او اخر مباراه في الدوري. صحيح. التغيير عندهم في خط الظهر بشكل كبير يعني، وده اللي مخلي يمكن اهداف كتير بتخش. التكنوتي كمان ذات نفسه ما هوش مميز قوي يعني، عنده برضو بعض الاخطاء ودي يعني باينه جدا. عنده 26 سنه برضو يعني، انت عارف حراسه المرمى بيحصل الخبره متاخر شويه عن اللعب، يعني الخبرات بتبدا بعد ال 30، مختلف شويه عن المراكز اللعب المختلفه. صحيح. يعني المدافعين او المهاجمين، هو شونج شويه كمان يا كابتن يوسف، هو يعني فعلا الشو يعني. فانا شايف ان دي لازم احنا نستغلها، وعشان كده انا كنت بتكلم في البدايه بقول ان احنا لازم نلعب مباراه عاديه ايجابيه، بلاش ان احنا نحسس لاعبتنا او ناخد الانطباع ان احنا طالما بنلعب بره ملعبنا نبقى في انكماش او في تحفظ شويه. نلعب مباراه فيها توازن بشكل عادي خالص، لازم يبقى عندنا هدف مهم جدا هو ان احنا نحرز هدف هناك. انت صح. في مباراه العوده، الذهاب والعوده، لما بتحرز هدف في ملعب المنافس حتى لا قدر الله لو خسرت، صحيح. انت الهدف ده بيبقى عبء نفسي عليه. دايما بنقول حتى لا قدر الله اتغلبت 2-1 غير احسن من 1-0، احسن من 1-0. فانت لو خسرت لا قدر الله وانت مسجل هدف، دي بتديك ميزه ان في ملعبك مجرد انت تحرز هدف خلاص انت ليك الافضليه. فانا شايف ان احنا نلعب مباراه متوازنه، استغلال النقاط الضعف بشكل كبير جدا، وايقاف عندك نجوم يعني، عندهم هو الثلاثي الهجومي، عندهم كزادي،
عندهم لا عندهم لعيبه اسماعيل الحداد واسماعيل الحداد اسماعيل الحداد طيب كمان الغيابات من الهدافين. وشايف ازاي ممكن الاهلي يتعامل مع المهاجمي الوداد في ظل الغيابات اللي بيعانيها بالذات في الدفاع كابتن محمود؟ احنا عندنا يعني اختيارات سليماني للاسف محدوده في هو طبعا عنده علي معلول في الشمال غزب غزب وانا شايف ان ان ان, إن عدم اشراك علي معلول في المباراه بتاعت نيجيريا اخر خمس دقائق ده عامل ايجابي لانه كان يعني هيلعب امبارح مجهود بدني يلعب يوم السبت غير ومباراه تقيله وغير السفر ومباراه ما بتلعب مع منتخب نيجيريا مباراه تقيله فدي كانت ممكن تؤثر بشكل او باخر لكن انا شايف ان عدم اشراكه الا في خمس دقائق بس فدي حاجه كويسه جدا حاجه صحيح. ايجابيه هتخليه جاي يبقى لعب السبت وبيلعب السبت اللي بعده فدي عشان كده يمكن كمان هو دخل تدريبات النهارده على طول طبيعي طبيعي النهاردة. كان ممكن ان ياخد طبعا لو كان لكن هو هيعمل اشترك خمس دقايق او سبع دقايق من المباراه هو دي برضه ايجابيه انه جهاز الكوره طبعا الراجل خد قرار وابلغ كابسايد كابسايد زي ما عرفنا كان حريص جدا انه يتواصل مع الجهاز الفني ويطلب منهم بمعدلات كره القدم لانه ما اعلمهم علي معلول وجيراردو مشوا بملف عند اي اللعب وعن تعرضهم لبعض صحيح. الارهاق ودي حاجه الحقيقه الاداره بقى والاحترافيه بالظبط الاحترافيه طبعا عايز اسال حضرتك يا استاذ عصام دايما بقى في التوفيق وعدمه في حاجات كتير من ضمنها ملف التحكيم اكيد هل في تخوف من فكره التحكيم خصوصا الاهلي عانى الحقيقه في مباريات افريقيه كتير خصوصا في النهائيات رغم معاناه الاهلي انما هي سمه في البيت الكبير في النادي الاهلي انه دايما لا حديث عن التحكيم يعني جيل بعد جيل لم نسمع ابدا ومعانا جيل يعني من الذين قدموا خلاصه عرقهم للنادي الاهلي وبالتالي نجوميتهم محببه للناس اسالهم حضرتك لا يمكن انه يقول ظلمنا الليله لا يمكن انهم يتلموا حوالين حكم لا يمكن الحوار عن هدف مشكوك في صحته فهيتقال لهم دايركت اين الهدف الثاني يعني اللي هو استمرار اللعب زي ما الكابتن يوسف بيقول وبالتالي طبعا مشروع جدا ان احنا نفكر بالطريقه دي لذال التحكيم الافريقي رغم انه للامانه برضه عشان يديهم حقهم محاولات جاده جدا للقضاء على الظاهرة دي ولكن أحياناً أنت بتبقى أسير ما يحدث في حتى في حكاية اسمها لعبة ابن البلد أو صاحب الملعب غياب الجمهور برضو ممكن يبقى عامل له تأثير على التحكيم سلباً ولا إيجاباً لا ممكن يبقى تأثير إيجابي الراجل مش هيتحط تحت ضغط لأن هناك ألعاب اسمها صاحب الملعب صح يا كباتن يعني في ألعاب بس الضغوط أنا حاسس مش الضغوط إيجابية لكن الفوكس كبير قوي على التحكيم في المباريات النهائية الأفريقية بموجب المشاكل اللي حصلت السنين اللي فاتت ده الجديد يا كابتن إنه أصلاً بقى في عنصر واضح الفيفا بذات نفسه هو من يدير المنظومة اللي هتوصل لكأس العالم حتى هم مسمينهم النخبة لكأس العالم كانوا معسكرين في مصر بالضبط يعني كانوا معسكرين مسافر على ولم يعلن عن الأطول حتى الكأس العالم للمنتخبات طبعا المنتخبات ومن ثم حتى كأس العالم للأندية أنت الآن أنت الآن مفيش كأس بغض النظر خلي بالك لا ما صدش ممكن مش هو العسكرة كلها للتصفيات الدول ما هم نفس الحكام لكن الأهم أنت بدأت تدرك أن رحلة كأس العالم كحكم هي تنهيك وحدها عن أنك تحاول تداعب يعني من لهم ثقة القار يعني خلينا نتكلمها بصراحة أكتر يعني ثم الفار الآن طبعا. يعني الظلم صعب قوي سيبك أن احنا البروتوكول عندنا لسه ما ملوش كتالوج لكن الحقيقة في كل ما يمكن أن يكون مصداقية الفار هيعمل ده وعشان كده النهائي يعني المغربي التونسي الشهير علشان يقدر حد يعني بيقولوا عليها يلعب مش هقول يتلاعب عطل الفار من اساسه ما قدرش يعني يعمل ده والفار موجود وحصلت مع النادي الاهلي في العام قبل الماضي في تونس رؤى العين يعني واحنا قاعدين فوق الفار وحضرتك كنت موجود والناس كلها يعني شافت ما حدث انما انا يقينا على مدار يعني عقود كثيره لم نرى ابدا للنادي الاهلي اي دلاله تخليه يبقى نازل خايف من الحكم بل على العكس دايما الاجهزه في النادي الاهلي مرورا من قرارات عاشوها مع الادارات انه ملناش دعوه بالحكم على فكره نحن كابتن نلعب في استاذ عصام زي ما انت بتقول بس خلي بالك وكابتن محمد يوسف يشاركني الراي لما حتى احنا في الملعب بنلاقي الحكم جاي علينا دي بتدينا روح ايجابيه اكتر ايجابيه بتدينا عزم اكتر واحنا بنكلم بعض جوه الملعب تشعر بظلم لا بين احنا لا طب يعني خبره وده ممثله في ممثلة انت عندك لعيبه دلوقتي في الشناوي عنده خبرات في وليد سليمان عنده خبرات في عناصر كتير علي معلول عنده خبرات ايمن اشرف عنده خبرات احمد فتحي لو بدا
يعني كل اللعيبه دي عندها خبره. يوسف الفرقه وهي بتلعب في ماتشين الاخاره يعني مع الضغوط التحكيميه او بعضها، اعتقد ان الراجل موسيماني خد ده منطق رائع للعب الافريقي، فكتتعرض لنفس الحاله وكانه درب او كانه كان يتمنى يعني معنويا باعتبار ان البطوله دانت حمراء يعني درع الدوري، اكيد هو كان سعيد بالممحكه دي على اساس ادى لعيبته حصه يعني كان مستعد هو يبقى موافق عليها مبدئيا يعني. صحيح. طب كابتن محمد عايز اسالك، يعني كنت اخر مدير فني قاد النادي الاهلي للفوز بالبطوله سنه 2013 في البطوله الثامنه، 7 سنين وجمهور الاهلي الحقيقه لا صوت يعلو فوق صوت دوري ابطال افريقيا. شايف الفرق بين الجيل اللي كان مع حضرتك في هذا التوقيت والاجواء مع الجيل الحالي والاداره الفنيه والاجواء ايضا ازاي؟ ايه الفروقات المهمه الوقت دلوقتي يمكن الاجواء احسن في دوري، في طبعا رعاه الوقت الاولاني ما كانش فيه، كان الدوري توقف والرعاه توقفوا، كانش فيه مكافآت واللعيبه برضو ضحوا بشكل كبير جدا. وانا طبعا انتهز الفرصه وانا معاكم ان لازم ياخدوا حقهم اللعيبه في الوقت ده، قعدوا سنتين بطوله 2012 اللي خدناها من الترجي كان الكابتن حسام البدري مدير فني وانا كنت مدرب عام معاه، ثم بعد كده بطوله 2013 السنتين دول خدنا 2 دوري أبطال و2 سوبر أفريقي وكانش فيه مكافآت بالشكل، لان طبعا انت عارف النادي الاهلي والرعاه وكان في عدم استكمال الدوري اثر بشكل. الحته كمان المهمه ان انت في الوقت ده ما كنتش بتتعاقد مع لعيبه، يعني ما كانش في حتى ان عناصر جديده تخش ان واحد. انت تتعاقد عشان اساسا الفلوس اللي هتتعاقد بيها كنت تسدد المستحقات. دلوقتي لا، الظروف احسن طبعا. خلينا نقول كواليتي اللعيبه، دايما النادي الاهلي بيجيب كواليتي لعيبه عالي، يعني دايما بيتعاقد مع اللعيبه المميزين، بيتعاقد مع اللعيبه اللي عندهم طموح، اللي بيقدروا ان هم دائما عندهم الشخصيه ان هم يفوزوا بالبطولات دائما. ويمكن الجيل اللي كان معايا كان جيل برضو طالع من فتره مستر مانويل جوزيه، فخد بعضهم خد بطولات افريقيا مع مستر مانويل اخرها اللي هي 2005 و2006 و2008، ثم بعد ذلك قعدنا يمكن غياب 4 سنوات وبدانا نرجع تاني في 2012 مع كابتن حسام البدري، فكان معانا برضو مجموعه وانا كملت بعد الكابتن حسام 2013، كان معانا مجموعه دائت طعم الفوز ببطوله افريقيا، ده الطعم ان انت تروح كاس العالم للانديه، ده الطعم يعني ايه تبقى انت زعيم افريقيا، او ان انت يعني مش مجرد بتكسب وتوصل قبل نهائي او توصل نهائي، انت بتصنف واحد من اكثر الانديه فوزا بالبطولات، تصنيفك بيختلف، وضعك مظبوط. فالنقطه دي يمكن دلوقتي عندك 4 لعيبه فقط في الفريق هم اللي كسبوا بطوله افريقيا فقط لا غير، عندك رامي ربيعه طبعا للاسف هو غايب للاصابه، عندك وليد سليمان، عندك احمد فتحي، وعندك سعد سمير. يمكن سعد ورامي دلوقتي حاليا مصابين، احمد فتحي موجود، احمد فتحي ووليد سليمان. فاعتقد ان الطموح يعني مش اعتقد، انا متاكد ان الطموح دلوقتي عالي جدا عند لعيبه كتيره انها عايزه تكسب افريقيا. النقطه دي اتكلموا فيها فعلا كابتن محمد لما كانوا موجودين معانا، النقطه دي يعني في لعيبه كتيره موجوده في اوضه اللبس ما دقتش حلاوه الفوز بالبطوله الافريقيه، وده بيديهم حافز كبير جدا. مظبوط. تعالى نتكلم شويه على اخر مباراه للفرقتين، اذا كان مباراه بيراميدز مع النادي الاهلي ومباراه الوداد. تعتقد ان مع الرجاء المباراه ديت بالنسبه لك ممكن تأثر معنويا ان الوداد ما حصلش على بطولة الدوري، وكان الدوري رايح جاي خلال 4 5 دقائق بقى يروح ويجي الماتش نفسه، وعلى الجانب البدني ممكن كمان التأثير البدني للمجهود اللي اتعمل خلال المباراة ممكن كمان النادي الاهلي يشتغل عليه فنيا؟ طيب خلينا نبدا من الحتة الأخيرة، هي الحتة البدنية بعد فترة الراحة اللي اتخذت طويلة جدا واللعيبة ريحت أطول فترة راحة في حياتها كلها، ما نقدرش نقول أي اجهاد بدني ليه، لان طبعا انت عارف عوامل الاستشفاء دلوقتي بقت عاليه جدا، اللعيبه عندها الوعي والاجهزه الفنيه والطاقم طبعا المساعد من 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 جهاز طبي والفيتنس والمدربين البدني عندهم يعني اسرع واحسن واكثر اجهزه متطوره في حته الاستشفاء. فالنهارده لما هو يلعب يوم الاحد
وبعدين يجي يلعب يوم السبت اللي بعده، فدي انا شايف فتره لكن معنويا هو خسر البطوله فتره كويسه جدا. نيجي بقى للحته المعنويه، ما اعتقدش ان 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 الوداد ممكن يتاثر شويه، لان هو هدفه على بطوله افريقيا. يعني الرجاء والوداد زي الاهلي والزمالك هم هدفهم بطوله افريقيا، الاربع انديه هدفهم بطوله افريقيا. هو متصور كمان لو كسب افريقيا هيعوض وافضل له من الدوري، يعني دي طبعا نقطه ان هو النهارده كان بينافس على بطوله، بس طبعا البطوله الاكبر او الهدف الاكبر هو افريقيا. طبعا كان يهمه ياخد الدوري. وخلي بالك الوداد كان في فتره من الفترات كان فارق كبير في النقاط بينه وبين الرجاء، بس الرجاء اهدر قبل كورونا. يعني كان فارق كبير، وبعد كده الرجاء اهدر بعض النقاط والوداد قرب، ولغايه يمكن قبل مباراتين ثلاثه كان 5 نقاط، ثم بعد ذلك الرجاء تعادل. فهو ما كانش معول قوي على حته بطوله الدوري، واعتقد ان مستوى اللعيبه من حيث الاحترافيه هم والاجهزه الفنيه يقدروا يطلعوا. يعني خلينا نحط احنا نفسنا مكانهم، ممكن تكون حافز بالنسبه لهم اي حاجه. انا ايا كان اي احداث هتحصل عندي، بس انا عندي بطوله افريقيا هي البطوله الاهم وهي البطوله الاكبر. حتى الجمهور بيقول ايه؟ بيقول يعني الدوري احنا خدناه كتير، خدناه 42 مره، لكن مركزين قوي في بطوله افريقيا زي ما الاستاذ شريف قال، ان يعني هي دي الهدف. وانا شايف ان اللقاء بتاع يوم السبت مش هيتاثر من جانب الوداد، يعني كلاعبين الوداد او جهاز فني الوداد في حته ان هم ما كسبوش الدوري في الاسبوع الاخير. خليني اسال عصام لو اذنت لي كابتن محمد، وحضرتك برضه تحب تدل وبدلك، يعني هل ما تطرق ليه كابتن محمد يوسف استاذ عصام من فكره انه الرغبه المحمومه طبعا لدى اللاعبين وجمهور النادي الاهلي في الفوز بالبطوله ممكن يكون عامل سلبي ولا ايجابي؟ فكره ثقافه اللاعب هنا وتعامله في ظل انه النادي الاهلي الحقيقه ومجلس ادارته لم يبخل ولم يتوانى عن توفير كل العوامل، يعني بقيادة الكابتن محمود خطيب الحقيقه في تقديري، وربما تكون شهادتي مجروحه لكن عشان انا عندي معلومات، لا ما يحدث من توفير كل المقومات للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وجهازه ربما تكون غير مسبوقه في تاريخ النادي. انا اقدم لك كل عناصر النجاح، وعليك بقى ان تجتاز الاختبار. يعني عنوان للي حضرتك بتقوله عن اداره النادي الاهلي وقطاع الفريق الاول، يعني انما بالعكس التسعة يا اهلي بقى مطلب الاميرة السمراء، يعني الفارس الاحمر، يعني زي ما بنقولها للجمهور، رفضت خطبته اكتر من مرة، اعتقد ان الثالثة ثابتة ان شاء الله ولا دلائل يعني. بس حتة استغلال انه الوداد ما اقتنصي الدرع في اخر شوط او في اخر لقاء، هي ايضا زي ما هيفرح فرحه عارمه، لكن عايز تهزله القناعه دي. مش بس هدف مبكر، فحضرتك قلت حاجه مهمه جدا، انت بتؤدي لكن التوفيق وعدمه من عند رب العباد يعني. لكن الاخذ بالاسباب، هدف للنادي الاهلي او هجمات سريعه بشكل اداء قاله الكابتن يوسف كفني، اللي هو مانيش جاي يعني مباراه وكانها المباراه اللي هي شوط الثاني في القاهره ان شاء الله، يعني اعتقد ده يربك حسابات الوداد، لانه هيتذكر على طول ذكرى ضياع الدرع الاليمه يعني. وفي الحاله دي الاهلي دائما يطلب من لاعبيه الاداء والتمثيل، لا يشرط دائما ما يقدمه، حتى على مستوى الاداره الحاليه. والحقيقه انت ليك حق لما تقول انه توفر ما لا يمكن توفيره ربما من قبل يعني لسبب او لاخر، ولكن في كل الأحوال الأهلي لا يضغط على لاعبيه بفكرة عندما أعطيك لابد أن تعود لي ومعك يعني الانتصار، كل ما أطلبه أن تعود وأنت حامل تؤدي الأداء المشرف للنادي الأهلي. الأهلي الأداء المشرف، الأداء الذي يساوي اهتمام الإدارة بتفاصيل دقيقة احترافية هي اللي دايما بتقفز بالنادي الاهلي بعيدا. الحقيقه مش عارف ليه حاسس ان موسيماني المدرب على مركب محمد الخامس والطامح والطامع مع النادي الاهلي من وقت ما لعبه حتى في المباراه الشهيره لما تحدث وقال عن 5 اهداف انه شيء خيالي وشيء جنوني، وهو يقدر انه لن يتكرر، وان لو معي هذا الفريق لن تفلت مني بطولات. انا حاسس ان التركيبه دي هتأتي بمفاجأة كروية، مش النتيجة، أتصور مفاجأة كروية في الأداء إن شاء الله في الشوط الأول للنهائي أو شبه النهائي بين الأهلي والوداد. وشكل المباراة إن شاء الله برضه هنتكلم فيه طبعا مع كابتن محمد يوسف، إزاي موسيماني يخش المباراة بتشكيلة معينة وبسيستم معين. لكن معانا طبعا مراسلنا كريم أحمد من المغرب، ومعاه قنصلنا في المغرب الأستاذ عمرو منيب، عمر منيب. نروح، أيوه يا كريم اتفضل.
رسائلنا مستمره طبعا وتغطيه خاصه لفريق النادي الاهلي مباراه الوداد. والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله ملعب مركب محمد الخامس يوم السبت في تمام الساعه 8 مساء. بنأكد كل مره على رحله فريق النادي الاهلي برعايه اير كايرو، وايضا كمان رسائلنا مستمره برعايه بنك سايب البنك الرسمي للنادي الاهلي. احنا بيسعدنا اكيد ومن ضمننا في هذه اللحظات معالي الكونسول طبعا وعمر منيب اللي بيقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي في التنسيق وفي الامور الخاصه بالانتقالات، امور عديده جدا هنتكلم عليها مع عمر بيه. برحب بيك طبعا في البدايه ومجهود رائع بصراحه عمر بيه ومش جديد طبعا عليك، وعلى ايضا كمان التنسيق الكامل مع معالي السفير اشرف ابراهيم. حطينا في الاجواء كده ايه النهارده يمكن التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. النهارده التدريب الاول للنادي الاهلي. انا احب الصراحه بالاول يعني الجمهور اللي بيتابعنا وجمهور الاهلي والناس في مصر، ويعني احنا النهارده اول تدريب للنادي الاهلي، واحنا كنا حريصين نبقى موجودين مع اللعيبه لو محتاجين اي حاجه، لو في اي احتياج لاي شيء. احنا هنا في ملعب كهرماء مش بعيد عن الاوتيل حوالي يمكن نص ساعه، والتنقلات كانت سهله ومعانا الامن المغربي بيفتح الطريق يعني منعا لاي احتكاكات، والامور هادئه يعني بصفه عامه. انتوا عارفين احنا كمان شويه ندخل في حظر التجول، فيمكن العوده للفندق تبقى اسرع من ما جينا. انا عارف ان حضرتك على طول متواجد مع الكابتن محمود الخطيب لحظه بلحظه سواء فندق الاقامه وهنا كمان. المهم او موضوع الحظر ده لان توقيته يمكن اكيد كان تنسيق المران على ميعاد التوقيت امر مهم جدا ان احنا نرجع الفندق قبل الحظر. كلمنا برضو عن التنسيق ده تم ازاي عمر؟ لا والله هو يعني الإخوة المغاربة متعاونين جدا معنا وموفرين لنا كل الاحتياجات اللي احنا اللي نادي الأهلي طلبها كلها موفرة وجاهزة، والناس يعني عندهم مرونة يعني حتى لو رجعنا بعد ميعاد الحظر بشوية مش هيبقى فيها مشكلة. أنا اللي فاهمه أنه يعني النادي الأهلي كان حابب يتدرب في موعد يكون قريب من موعد اللي هيتلعب فيه المباراة يوم السبت إن شاء الله، فيعني وبالتالي احنا بنلعب دلوقتي ومش هيبقى في مشكله يعني حتى مع الحظر وكده الدنيا تمشي ان شاء الله. تنسيق كبير جدا بين معالي السفير اشرف ابراهيم والكابتن محمود الخطيب وحضرتك، يعني هنتكلم على وصول. انا عارف ان هو طبعا في مصر وان شاء الله يكون متواجد في المغرب بيأزر فريق النادي الاهلي، لكن هنتكلمنا برضو بشكل عام على تفاصيل التنسيق وايضا كمان وصوله امتى عمر بيه. طبعا هو سيادة السفير على تواصل دائم معانا ومع الكابتن محمود الخطيب ومن قبل حتى وصول بعثة النادي الاهلي، ومن ساعه ما وصلت لحظه بلحظه يعني بيطمن على الامور وبيتاكد ان كل حاجه ماشيه تمام. وهو السفير يوصل ان شاء الله يوم الجمعه، هيكون ان شاء الله حاضر المباراه يوم السبت طبعا، ويعني كلنا نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكسب ويفرحنا وكل الفرق المصريه. احنا عندنا زي ما ذكرت امبارح طبعا كلكم تابعين نادي الزمالك هيلعب ونادي بيراميدز يوصل بكره، وان شاء الله برضو يبقى في مباراه لبيراميدز يوم الثلاث. ربنا يخليك. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لمعالي القنصل طبعا عمر منيب قنصل مصر هنا في المغرب على المجهود الكبير اللي بيقوم بيه، وان شاء الله باذن الله كل بقى المجهود الكبير ده ينصب في مصلحه النادي الاهلي يوم السبت القادم في تمام الساعة 8 مساء بإذن الله، نرجع بنتيجة إيجابية تساعد فريق النادي الأهلي في مباراة العودة. عودة لكم مرة ثانية في الاستوديو. شكرا لك يا كريم وشكرا لسيادة القنصل وكل التحية للسفارة المصرية هناك اللي بتقوم بمجهود رائع، بس مش مع النادي الأهلي كمان، خلينا نتكلم انه كمان مع كل الفرق المصرية اللي بتوصل للمغرب بيكون بيستعدوا لها بشكل جيد جدا وبيساعد اي مصري موجود خاصة على الساحة الرياضية موجود في المغرب. شكرا جزيلا لك يا كريم وشكرا لسيادة القنصل. بعثتنا الدبلوماسيه اجمالا يعني حاجه مشرفه. نذكر ايضا كابتن الخطيب كان بيرأس بعثه النادي الاهلي امام صن داونز، وايضا السفاره المصريه هناك يعني زي ما بتقدم تماما السفاره المصريه في المغرب بقياده السفير اشرف ابراهيم رغم انه موجود في القاهره ومسافر خلال يعني 48 ساعه، شيء مشرف يليق فعلا بالخارجيه المصريه وبعثتنا. والله احنا متعودين على كده حتى واحنا لعيبه. كنت لسه هكلم محمد لسه افكرك كابتن في بعض الاحيان استاذ الشريف، يعني طبعا عارف ان حضرتك عارف، لكن بنقول للجمهور المصري العظيم الحقيقه كان ساعات السفارات بتفتح ابوابها الساعه 3 4 الصبح لحرصها على ان احنا نبعت فاكس او ايام يعني مكان الخبر علشان الجمهور اللي منتظر الخبر. صحيح. مفيش يعني بعد كده الحقيقه ما بنتظروش نروح دار سكن السفير بتكون مفتوحه، دار السكن مفتوحه لو محتاجين طعام بشكل معين اعداد يعني الحقيقه دبلوماسيه جديره بالاحترام بقدر تاريخها الحقيقه. ده حقيقي ده حقيقي. عايز اسال كابتن محمد يوسف لو اذنت لي هاني. اتفضل. شخصيه موسيماني يا كابتن محمد، راجل جميل وعايش في سلام نفسي وعنده رؤيه فنيه هايله والجمهور متفائل بيه جدا، وهو الحقيقه محب قوي للنادي الاهلي ومن الواضح انه كان عنده رغبه كبيره جدا لتدريب النادي الاهلي، لكن هل الاسبوعين اللي تولى فيهم الاداره الفنيه وقيادته لمباراتين كافيه ان هو يبقى ملم بكل العناصر الفنيه بامكانيات وقدرات لاعبيه بالتبديلات المختلفه؟ شايف ازاي ممكن موسيماني يكون في توفيق ومحظوظ ان صح التعبير في المرحله دي؟ خليني اقول لك
الشق الاولاني بتتكلم عن ان هو طيب او كده، الافارقه طيبين جدا. يعني الافارقه بطبعهم، ومن خلال يعني حتى لما سافرنا وهاني طبعا وانا سافرنا كتير ورحنا لعبنا في افريقيا سواء منتخب او نادي، فهم بطبعهم طيبين ومحترمين جدا، وبيتعاملوا مع يعني مع الناس باحترام وبتواضع وكده، وبيحس ان طالما انت بتعامله باحترام هو بيقابلك بنفس الاحترام. عايز اقول كمان الحاجه الثانيه ان 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 هو الراجل يعني احنا لابد ان نتعامل مع الموضوع بمنطقيه شويه، وهو ان احنا صعب ان احنا نطلب من موسيماني في خلال اسبوعين ان هو يعرف كل حاجه عن النادي الاهلي. هو لعب قدام النادي الاهلي لكن انا في فرق بين لما بلعب قدام النادي الاهلي فبدرس النادي الاهلي من خلال المباريات اللي بتجيلي وبشوفها وكده، لكن عشان اعرف تفاصيل قوي دي حضرتك بتتكلم تدريب الفريق النهارده عبد السوليه ومصطفى شوبير ده لسه حصريا من 5 ده، يعني الفريق تقريبا انهى تدريبه خلاص وفي اتجاهه طبعا للعوده للاوتيل. مظبوط. فانا عايز اقول ان احنا عاملين عقد مع بيترو موسيماني لمده موسمين، وده يخلينا ان احنا نتعامل بمنطقيه، وهو ان صعب نحمله كل حاجه، صعب ان هو يعرف التفاصيل في التغييرات، هل ده لاعب يقدر يحدث فارق ولا لا، في تفاصيل صغيره قوي في لعيبه ممكن تبدا بيها عشان احسن من ما تخليه معاك وتنزله، في حاجات تفاصيل صغيره. وهنا يجي دور سامي، يعني سامي قمصان طبعا من واضح انه قايم بدور هايل من المدربين يعني المميزين، وفي نفس الوقت بقى له فتره في الفريق الاول، واشتغل مع كارترون في وجودي، واشتغل مع لاسارتي برضو، واشتغل مع فايلر، وده رابع مدرب يشتغل معاه، فاكيد اكتسب خبرات وحافظ الفرقه بقى له فتره مع الفرقه. فانا عايز اقول ان هو ليه دور في حته ان هو برضو يتكلم مع الراجل، عشان في بعض الحاجات ممكن يبقى عايز اقول ايه، يعني تفاصيل صغيره ودقيقه ممكن يفيد فيها بيترو موسيماني. اللاعب انا ما زلت مصر، لاعب شمال افريقيا مختلف عن لاعب جنوب افريقيا، الحته البدنيه مختلفه، الفكر في المباريات والتفكير في تفكير الثقافه ذات نفسها جوه المباراه بتختلف. خلينا نقول لعيب جنوب افريقيا، وهاني طبعا لعبنا قدام جنوب افريقيا كتير، لعيبة جنوب افريقيا بتلعب بشكل هاني لو تفتكر، مفيش جوانب تكتيكيه، بيلعبوا اوبن جيم على طول، بيلعبوا هو الشكل التكتيكي بيكون انت بتحس ان هم بيلعبوا مفتوح، لكن هم بيلعبوا كره حلوه، يعني بيلعبوا كره حلوه ممتعه لان في مساحات. شريف كنا دايما بنحب نلعب ماتشات جنوب افريقيا. اللقطه دي هاني ومحمد يوسف ممكن ليها دلاله عندكم ولا حاجه؟ الجوانب الفرديه واللقاءات الفرديه مع احمد الشيخ، طبعا احمد الشيخ وموسيماني بيتكلم جوانب فنيه، ممكن خلي بالك الجوانب الفنيه دي ممكن نتكلم فيها، واللعيب بيشعر كمان باهتمام المدرب بيه. شوف الكابتن محمود خطيب، كابتن محمد طبعا هو خلي بالك واقف يعني متواجد، يعني هو معاه الاستاذ طارق قنديل، هو الدكتور احمد شاوي، هو واقف يتابع كل تفصيله ومنتهى الدقه. فده كمان على الجانب الايجابي ان رئيس النادي بنفسه واقف جوه التمرين. اللاعبين كمان بتحس بالثقه وبتحس ان المسؤوليه طبعا المسؤوليه، وده جزء مهم جدا، وبتحس ان يعني فعلا كل يعني تحس انه عيله واحده. كابتن سيد موجود، الكابتن خطيب موجود، اعضاء مجلس الاداره موجودين، كل ده سبورت اللعيبه، واللقاء موسيماني مع لعيبه نفسه يا استاذ عصام بالظبط. كمان ده شيء الشغل النفسي مهم ده جدا، ده قمه الاحتراف، هي قمه الاحتراف في كره القدم، زي ما يعني شفنا وعاصرنا انه هي فرقه اللي هي حتى البرازيل اللي هي بيقولوا قمه المدرسه دي، اللي هي زي فرقه شارعنا وشارعكم، الخمسه حافظين بعض وحد بيكلمهم فبيسمعوا الكلام، بتنتقل انهم بيسالوا على بعض، وما دمنا بنواصل يعني نقل شيء محترم عن ما يحدث في بعثه النادي الاهلي. عدى مشهد رائع، قفشه وكهرباء وحد تاني بس ما لحقتش الصوره، واخدين معاهم الادوات يا كابتن هاني يا استاذ شريف يا كابتن يوسف، طبعاً مساهمه منهم، ومع الجو العائلي الاسري الفني المحترف ده، مع بعض العاملين في الفريق اللي هم كتيبه واحده في الاخر ولها دلاله، زي ما الكابتن محمود خطيب واقف بيتابع. لكن
على العكس بقى، هو لا يعرف من سيلعب من من لن يلعب، هو لا يعني يسأل عن 4-4-3 ولا 7-8-2، لكنه موجود حتى تشعر يعني الأسرة فردا فرد بأهمية الرحلة، تشعر أن الكل يؤدي ما عليه وجزء من المسؤولية، أنا حاضر وموجود نيابة عن كل ما يمكن أن يكون توفير سواء من الإدارة أو من الجمهور العظيم اللي أيضا يمثله رئيس النادي والذين معه. صحيح. بمتابعة حضرتك السنين الطويلة دي ومعانا اتنين من نجوم الكرة المصرية على مر العصور، يعني هعتبر الكابتن هاني رمزي المرة دي ضيف واسأله هو وكابتن محمد يوسف، هل عندنا مشكلة فعلا في مدى التزام وتركيز اللاعب المصري خصوصا في المباراة المهمة أو في النهايات بره أو جوه؟ يعني فكرة العقلية ووضعه تحت ضغط، هل صحيح انتوا خطوا حاجات زي كده؟ هل عندنا مشكله فعلا؟ لا، اشهد يعني في الجزء ما دون الفني، اشهد لبعثاتنا انها البعثات الاكثر انضباط، البعثات الاكثر قدره انها تقدم شكل صورة حضاري مشرفة. جدا وصوره مشرفه للمصريين وكل بقى ونديه اذا كان الموضوع انديه، يعني الجزء الفني هم اقدر من طبعا الكباتن، لكن طبعا عندنا مشكله هقول رايي اتفضل يا كابتن محمد. لا قول انت، قول لا قول انت. لا احنا طبعا عمليه لا عدم التركيز ديت، اعتقد انا في وجهه نظري ان مباراه بيراميدز كان بروفا رائعه للجزئيه اللي بتتكلم عليها شيء كده، انك يطرد منك واحد وانك بتحافظ على تركيزك لاطول اداء ممتاز اداء كويس وبتحافظ، اصل الاداء الكويس ده من تركيز عالي يعني. صحيح. محمد عارف اول ما التركيز بيقل الاداء طبيعي بيقل معاه، فاعتقادي الشخصي تتوقف على خبراتك، اولا لازم الخبرات تكون كبيره ودي متوفره في النادي الاهلي، خبرات المباريات الثقيله انك بتلعب مباراه ليها اجواء خاصه وليها طابع خاص وفي بطوله كبيره، فلازم التركيز بيكون عالي جدا، وزي ما بقول دايما ان كمان التجهيز المعنوي والتجهيز النفسي قبل المباراه ده بيعلي جزء كبير من تركيز اللعيبه. واستاذ عصام انت عاشرت معانا الكابتن جوهري كان بيركز على الحاجات المهمه ديت، احنا ما كناش فاهمين واحنا صغيرين كنا متضايقين احيانا، ايوه لكن ما حدش ياخد باله لما يحسوا انها افادتهم. بالظبط بالظبط. الامر بيستلزم اعداد نفسي ولا ممكن المدير الفني يقوم بالمهمه دي ومدير الكره كابتن محمد؟ اعداد نفسي قصدك يعني نجيب معد يعني يجيب دكتور او حاجه، انه يعني يفضل اللاعب مركز في اعلى درجات التركيز في مثل هذا النوع. بص هو المباراه بتفرض نفسها يعني الاحداث، اللاعب ده بشر واللاعب ده بيحس ان هو واصل له كويس قوي ان البطوله دي ده سيمي فاينال افريقيا وان احنا بنلعب قدام الوداد وان يعني عايز اقول ان المباراه بتحمل أهمية قصوى لجمهور النادي الأهلي. فهنا أنا عايز أقول دور المدير الفني إيه هو بقى؟ دور المدير الفني، دور المدير الفني إن هو لازم يبقى عنده ترمومتر مع لعيبته، في لعيب لازم تعيشه في المباراة، في لعيب لازم تخف من عليه الضغط. اللعيبة أنواع، أنت بتتعامل مع 22 أو 23 لاعب، ما ينفعش أخش كلهم أقول لهم إيه يا جماعة أنا حاسس إن المباراة مهمة جدا وان انتوا كلكم مركزين قوي، فتبدا تحاول تخفف شويه من الضغط على اللعيبه. المدير الفني لازم يوصل لكل لعيب لان هم مختلفين، تركيز وليد سليمان غير تركيز فتحي غير تركيز حمدي فتحي غير تركيز الشناوي، شخصيات كل واحد مختلف، وبالتالي المدير الفني هو ده اللينك بقى اللي بيعمله المدير الفني مع اللعيب، ان في بعض اللعيبه ممكن انت ايه تعيشهم في التركيز شويه بشكل اعلى من لعيبه تانية هم متحملين المسؤوليه وعارفين قدر هذه المباراه، وبالتالي دي مهمه جدا ان انت تتعامل انديفيديولي مع كل لاعب او كل اثنين ثلاث لعيبه مع بعض. وتركيز اللعيب بيختلف من الاخر حتى في اداء التركيز نفسه، يعني ممكن جدا في لعيبه بتركز انها بتلاقيها دايما ساكته ومركزه بشكل كبير، ممكن لعيب تاني تركيزه بيجي بشكل مختلف انه بيسمع مثلا مزيكا او بيحط نفسه بيطلع نفسه من اطار الضغوط. مظبوط. والجزء الثاني برضو يا شريف ومحمد يوافقني الراي ان كمان الاعداد البدني مهم جدا لموضوع التركيز، لان انت صحيح لما بتفقد كل ما واقف على رجليه زي ما بنقول بيبقى تركيزه اعلى شويه، لكن لما بيوصل لعمليه الاجهاز الشديده في اخر 10 دقائق من المباراه فطبيعي التركيز هيقل، فكمان البرامج التدريبيه او البرامج البدنيه بيكون ليها دخل كبير جدا في عمليه تركيز اللعيب. طبعا النقطه برضو كمان اللي مهمه جدا هي ان انت يعني برضو ال 24 ساعه اللي هي اخر قبل المباراه دي مهمه جدا، ان انت
يعني لازم اللعيبه بيوصل لها حاجات، لان انت خلي بالك اللعيب لما بتيجي تكلمه قبل، خصوصا في المباريات الكبيره دي، لما تيجي تكلمه قبل المباراه في اوضه اللبس هو خلاص هو فصل منك، هو فصل، هو بقى بيركز في شغله. لكن انت كل المخزون طبعا يعني في مدربين مثلا يجي يتكلم مع اللعيب وهو نازل الملعب او هو بيسخن او هو لسه بيلبس عشان هينزل يسخن، خلاص هو اللي ذاكر ذاكر بقى اللعيب هو بيسمعها وخلاص، اللعيب هنا فاصل بيسمعها خلاص. انما لما انت بتعمل له مخزون من قبلها بيوم ويومين بتعيشه في المباراه بدري، يعني هاني كنا عايشين، انت فاكر كابتن جواري كان بيعمل ايه في الحته دي يعني. والواحد استفاد من الحته دي برضو من مستر مانويل، لان انا اشتغلت مع مستر مانويل واشتغلت مع مدربين وانا اشتغلت برضو وجربت الكلام ده. كان بيجيد جزيل الجانب النفسي طبعا طبعا، ده استاذ مستر مانويل. من على مستر مانويل كان على طول بيمشي بكتب علم نفس، يعني لما ده درس الشخصيه المصريه قبل ما يجي مصر طبعا الأساس. طبعا وهو كان بيتعامل معانا مع الفرقه، يعني ما كانش بيعامل اللعيبه كلها معامله واحده، يعني كان في لعيب يعامله بطريقه ولعيب تاني يعامله بطريقه تانية، ولعيب يكلمه قدام الفرقه ولعيب تاني يجيبه المكتب لوحده ويكلمه وهكذا. في جزء كبير جدا، وهاني عارف طبعا احنا اشتغلنا في التدريب وهاني درب، وكان في مدربين كمان يا شريف ليله المباراه ممكن ما يتكلمش خالص في المباراه وياخد اللعيبه كلها ويخرجوا ويعملوا يعمل حاجه ثانيه. معنى كده ان المحاضره اللي بتكون قبل المباراه ما بتبقاش مهمه هاني؟ ايوه طبعا. انا هقول لك حاجه، مش لا انا هقول لك على حاجه، مش ولا هو تلقين اخير يعني. انت ممكن المحاضره يوم الماتش لو قعدت، لا يوم المباراه محاضره مهمه، لا بس هو بيعيد المهمه. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، يؤكد على نفسك، عايز اقول لك على حاجه. لو انت مثلا حضرت بعد اذنك اتفضل يا كابتن، مثلا مستر مانويل انا حضرت معاه واشتغلت معاه مساعد، مستر مانويل ممكن في المحاضرة اللي قبل المباراة لو هي قعدت مثلا 30 دقيقة اللي احنا بعديها بنطلع نتحرك على الملعب 30 دقيقة، ممكن يقعد 20 دقيقة بيتكلم على موضوع تاني بعيد عن الكرة خالص. هو بيشرح لك حاجة، عايز يوصل لك فكرة بس من خلال قصة، عشان يقول لك مثلا ان مهم جدا ان انت تبقى واثق في نفسك مثلا، الثقة في النفس مثلا، او عايز يوصل لك شيء من عليك ضغوط وبعد اللي هو عايزه في الماتش، وعشر دقايق بيتكلم على حاجات شغل ملعب. ليه؟ لانه هو شغل الملعب العشر دقايق اللي عملهم دول هو اشتغل بقاله 3 4 ايام شغال فيه. اذا كنت بتشتغل على كرات ثابته، اذا كنت هو عمل الشغل ده، بس هو عايز يوصل حاجه معينه، وصل له من الرياكشن بتاع اللعيبه ان وشوشهم، انت بتخلي بالك انت بيبقى في لينك ما بين المدرب واللعيبه، فانا ممكن اشوف العينين ابص الاقي انا احس ان ده مخضوض، ان ده مرتبك، ان ده عادي مش عايش في المباراه. ازاي انت تظبط بقى الحته دي؟ بيظبطها بقى في ال 20 دقيقه ده كمان في مدربين بيظبطوها في اثناء التسخين، يعني ينده وهو بيسخن شايف لعيب ما بيسخنش كويس ومخطوف، بيبدا ينده يقول له تعالى، بيبان من حتى وهو بيسخن اللعيب بيبان عليه اذا كان متوتر زياده او خايف او واثق من نفسه. ده بيبان ده، يعني انا شفت ده حتى مع هاني، كان بيندهله يكلم حد صح، يندهلك انت عشان حد في الملعب بالظبط، يعني بالظبط تقريبا بيبقى في رساله ما على قد فهمي وقتها، اكيد هو بيقول لهاني حاجه عن حد لعيب في الملعب. مستر فايسا كان في ماتش اهلي وزمالك طبعا كان في ماتش اهلي وزمالك 2-1 اعتقد في الكاس، انت لعبت مع فايس ولا ما كنت لسه لعبت مع فايس؟ كانت الدنيا وانا فايس صعدني بقى، كانت الدنيا انا فايس هو اللي صعدني من قطاع الناشئين اول صح. مباراه لعبتها معاه فاكرين الماتش ده، كانت الدنيا رمضان الماتش ده 2-1 كابتن ابو زيد وكابتن ربيع ياسين ربنا يديهم صح. تراي ماتش اعتقد الناس كان الملعب التيتش بياخد جمهور، هو شاف كده خلى اللعيبه طلعت كده 10 دقايق ولا حاجه وخدهم بعد كده وراحوا سينما. انا فاكر الموقف ده اللي هو رفع الضغوط خالص، ما خلاش تقريبا في حاجه، واضح انه كمان الكباتن شافوها بقى اكتر من مره مش كمتابعين كجوه الموضوع ده يعني. ده حقيقي. عموما اقل من 72 ساعه ثانية عن المباراه ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله، الدعاء وطلب التوفيق ان شاء الله للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وبعثته اللي على راسها الحقيقه الكابتن محمود الخطيب، واللي تقريبا حياته متوقفه للنادي الاهلي وحرصه على اسعاد جماهيره. انا شخصيا تشرفت بيكم جدا النهارده في اطلالتي السريعه والاولى في القناه بعد هذا التطوير وهذا الجهد الهائل اللي بشكر زملاء عليه، فانا بشكرك كابتن محمد، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بعده يستعد الاستوديو بقى زميلتي العزيزه سهام صالح مره اخرى
تنضم للاستوديو مع هاني رمزي ليكون في استقبال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وممثلة المرأة السمكة الذهبية رانيا علواني، وحديث من القلب عن عائلة النادي الأهلي، عن آلية اتخاذ القرار في مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الأحلام، عن الطموحات، عن حاجات كتير جدا. يعني أرجو أن أنتم تبقوا معنا لمتابعة هذا الحوار المهم.